كمل مع حضراتكم في ملف التعليم في ختام الأسبوع الثاني. رصدنا لحضراتكم بعض المشاكل اللي شابت العملية التعليمية من أول يوم. مشكلة موت الطلبة واللي اتكلمنا عنها مرة واثنين وثلاثة، عدم استعداد المدارس وعدم استعداد الوزارة حتى الآن، القرارات المتخبطة اللي بتحصل بعد الفاس ما تقع في الراس. رصدنا كمان حالات الإهمال في الأبنية التعليمية والمدارس اللي أدت لوفاة على الأقل 3 طالبات وإصابة حاجة و20 طالبة حتى هذه اللحظة، فضلا عن اهتمام الوزارة بتحصيل الفلوس زي المصروفات والغرامات أكتر من اهتمامها بحل المشاكل زي عجز المدرسين وعجز الفصول ومشكلة المناهج والتعليم والسيستم والحاجات اللي احنا شفناها على مدار الكام سنة اللي فاتت. كمل النهاردة في ملف التعليم، لكن بعيد شوية بقى عن الطلبة اللي بتموت. مش هكلمك عن الطلبة اللي بتموت زي ما كنا بنتكلم كل يوم، ولا هنتكلم عن المدارس اللي بتوع. نتكلم النهاردة عن المدرس، واحد من أهم أعمدة العملية التعليمية في أي مكان في العالم، وظاهرة بدأنا نرصدها خلال الفترة اللي فاتت، وهو تنامي عملية العنف ضد المدرس. كنا بنقول في عنف من المدرس ضد الطلبة، تكلمنا عن حالة الطالبة بسنت أو الطفلة بسنت الطالبة في الفصل الرابع الصف الرابع في السنبلاوين بمحافظة الدهلية واللي ماتت لأن المدرس ضربها فوق دماغها. وقتها انتقدنا سلوك المدرسين ضد الطلبة. النهاردة هنتكلم في سلوك آخر وهو العنف ضد المدرس. ظاهرة غريبة ما بتحصلش غير في بلدنا. من أول كده مدرسة المشاغبين وحضرتك جاي، مرورا برمضان أبو العالمين حمودة، وقبله كان الراحل نجيب الريحاني في الأستاذ حمام نحن الزغاليل، اللي بدأت تقدم نموذج التطاول على المدرس وعدم احترام المدرس في داخل المدرسة أو داخل الفصل. بدأنا نشوف كل يوم حادثة، آخرهم النهاردة الصبح إصابة مدرس في مشاجرة ما بين 4 طلاب بالإسماعيلية، مدرسة الشهيد محمود منصور الثانوية في أبو سوير بمحافظة الإسماعيلية. 4 طلبة بيتخانقوا، وقال لك كانوا بيتخانقوا على بنت، فدخل مدرس مشرف الدور عشان يوقفهم عند حدهم، ضربوه بشومة وأصيب إصابات متفرقة حسب بيان وزارة التعليم اللي وضحت تفاصيل التعدي على مدرسين بمدرسة في الإسماعيلية. ودي مش حادثة واحدة، دي حادثة متكررة تقريبا كل يوم منذ بداية العام الدراسي، ضيف عليهم السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها، لدرجة إن في مدرسة بنوتة الصغيرة اللي قدام حضراتكم دي، مدرسة لغة عربية في واحدة من مدارس محافظة البحيرة، امبارح دخلت عليها ولية أمر أحد الطلبة، سحلتها في الفصل وضربتها بالجزمة وقلعتها الطرحة وشدتها من شعرها، وبعد كده داست فوقيها برجليها. اسمع كده كلام المدرسة بتقول حصل لها ايه امبارح قدام التلاميذ بتوعها داخل الفصل في المدرسة. نتابع. اسمي الأستاذة منال حمدي، أنا مدرسة لغة عربية بتعاقب بالحصة. من يومين بالظبط كنت بأدي وظيفتي وعملي داخل فصل من صفوف الصف الرابع، دخلت عليا ولية أمر طالب، قامت بتعدي عليا أول حاجة ألفاظيا بألفاظ ما ينفعش إن هي تتقال لمعلم ولا ينفع إن هي تتقال قدام طلبة بسبب وقاحة هذه الألفاظ. ثم بعد ذلك ضربتني ضرب مهين جدا، ضربتني بالقلم على وشي ثم سحلتني على الارض وقلم. دي بقى ازاي بعد كده تخش الفصل وتدرس للطلبه وهم شايفينها مرميه على الارض وبتتضرب بالشبشب وبتتشد من شعرها وبتتهان وبتتضرب بالقلم على وشها؟ مش متخيل يعني، ومش متخيل ازاي ولية الامر يوصل بيها الحال انها تعمل كده في المدرسة بتاعت ابنها، فضلا عن ان مش متخيل ايضا اللي حصل في اسيوط النهاردة، ان طالب يمسك مطوى ويضرب المدرس بتاعه. انا فاكر زمان لما كان المدرس بيمشي في الشارع ما كناش بنمشي قدامه وما كناش بنشوفه، خاف منه او بنحترمه. كنا نلعب كرة مثلا قدام المدرسة، لما يطلع واحد من المدرسين الكل يجري يستخبى لحد المدرس ما يعدي، وكان يبقى يوم عيد لما المدرس يسلم عليك في الشارع مثلا او تقابله كده في الشارع ويضحك لك، ده كان يبقى يوم عيد. الله، ده انا المدرس بتاعي يسلم عليا، او تروح مثلا مكان ويقابلك المدرس ويقف يسلم عليك، تبقى انت كده ابن البرم ديله، يعني انت اللي الدنيا كلها عندك لما الطالب يحس بتقدير من المدرس بتاعه. لكن الدنيا النهارده اتقلبت، الايه اتقلبت زي ما بيقولوا، بقى المدرس بيتضرب بيتشتم بيتهان
بيتجاب يدي درس في البيت بفلوس والطلبة تسيبه وتهرب ويقول له مش عايز النهاردة وامشي. يمكن الطالب اللي شايف المدرس بيجيله البيت وياخد فلوس من أبوه وأمه عشان يعلمه، لما بيقابله تاني يوم في المدرسة ممكن بيعامله بطريقة مهينة شوية، وده بسبب ضعف مرتبات المدرسين وعدم اهتمام الوزارة بالمدرسين. مدرس بيشتغل وظيفة واثنين وتلاتة، بيضطر يلف على مراكز الدروس الخصوصية والبيوت عشان يسد يعني الحاجات اللي عليه والمسؤوليات اللي عليه. النهاردة صبح وفاة مدير مدرسة ابتدائي بالقليوبية، ده بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال عمله. الأستاذ منير محمد مدير مدرسة تصفى الابتدائية بمحافظة القليوبية توفي النهاردة الصبح، رغم أنه قدم طلب أجازة بقاله أسبوعين ولم يتم الموافقة عليه بسبب العجز اللي موجود. فالراجل تحامل على نفسه بيأدي في المدرسة بتاعته بقاله أسبوعين، النهاردة مات، حاله حال كذا حد خلال الفترة اللي فاتت. أما في يوم المعلمين، ده اليوم الوحيد اللي المفروض نحتفل فيه بالمدرس، 5 أكتوبر اليوم العالمي للاحتفال بالمدرس، كان عندنا الحادثة دي في يوم المعلم، أم تعتدي بالضرب على مديرة مدرسة، على مديرة مدرسة بنتها. مدرسة مديرة المدرسة أهو، مديرة مدرسة المدرسة أو المديرة اسمها عبير عفيفي، مديرة المدرسة الرسمية المتميزة للغات في بني مزار بمحافظة المنيا. ودخلت بقى ولية الأمر الست بالعربية بتاعتها لحد الحوش جوه، ومسكت المدرسة ضربتها قلم واتنين وتلاتة، وفين يوجعك؟ رحنا ندور على هي الست دي قلبها جامد كده ليه؟ اكتشفنا الخبر ده. قال لك مستشارة بالنيابة الإدارية تصفع مديرة مدرسة على وجهها، وحملة واسعة للتضامن مع الأستاذة عبير عفيفي مديرة مدرسة المدرسة الرسمية المتميزة للغات في بني مزار بمحافظة المنيا. بس يا سيدي، إذا عرف السبب بطل العجب، دي مستشارة ومعاها حصانة، ودي حيالله مديرة مدرسة شغالة في التعليم بقالها حاجة وعشرين سنة ملهاش حصانة، ولا ليها حد بيسأل عنها، ولا ليها حد بيدور عليها. حتى الوزير بتاعها يمكن ده اللي كتبته عبير عفيفي على صفحتها: يرضي حضرتك يا سيادة الوزير، أتهان أثناء أداء عملي وتنتهك حرمة المدرسة في يوم المعلم، ومن ولية أمر مستشارة بالنيابة الإدارية قامت بمد إيديها على وشي وتطاولت عليا بكتير من الكلام والألفاظ الغير لائقة والاتهامات الباطلة. أنا عايزة حقي من فضلك وحق كل المدرسين في المدرسة. ده كان استغاثة المدرسة بالوزير بتاعها اللي مش فاضي ليها واللي عنده حاجات أهم منها، اللي كان في الوقت ده بيكرم سوسن بدر في واحدة من الاحتفالات في محافظة اسكندرية، واللي أهم عنده من ضرب المدرسة أنه يحصل الرسوم ويتكلم أو يفرض على الطلبة الكلام عن إنجازات الحكومة. اتفرج كده على الفيديو ده واللي تم تصويره من داخل المدرسة لحظة الاعتداء على مديرة المدرسة، نتابع. ده الجزء الوحيد اللي تم تصويره ما بعد الضرب، والست كمان المستشارة بتحاول تقولها خدي فلوس، أنا هنا بفلوسي وولادي بعلمهم بفلوس وجايباهم في المدرسة بفلوس. الغريب كمان كان رد النيابة الإدارية، بدل ما تحمي المواطن وقفت مع المستشارة الموظفة عندهم. وبيان من النيابة الإدارية بيقول إن مديرة مدرسة بني مزار كدابة، وهي اللي احتجزت الزميلة عضو النيابة الإدارية بدون وجه حق. ده كان نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيا، واللي قال ان احنا اجتمعنا وهنقف جنب زميلتنا، وزميلتنا هي اللي تم حجزها داخل المدرسة.